راني مرحبا بك على راديو بطوله بوانكوم. مصطفى، كي كانت المباراه ديال اليوم؟ اول حاجه كنا نرجع معايا الاحساس بكثره، والان في هذه المباراه وتحقيق الفوز باش نمرو دور المجموعات وتحقق لينا ونتمنى ان شاء الله نشرفوا الكره المغربيه عامه والكره الاسيويه خاصه، ان شاء الله نمشيو بعيد في هذه الكاسه. اذا مصطفى المراني مازال فريق المغرب الفاسي؟ الله يجعل البركه. يعني اخر مقابله ديال مصطفى المراني هو عاود مع عند الرئيس مع الناس المسؤولين، قال هذا هو اخر نقاش. مصطفى المراني عشتي واحد الاسبوع يعني رائع كل المقاييس، شنو هو السر في هذا الشيء؟ ايوا اصلي كلشي كنرجع الله عز وجل، شنو نقول؟ الحمد لله فرحانين، ربحنا السيمانه اللي فاتت. كما قلت لك الاسبوع اللي مضى الحمد لله كان فرحان الشعب المغربي كامل، ودابا الحمد لله عاود الشعب المغربي الحمد لله فرحان، نتمنى الفرحه تستمر. شكرا مصطفى المراكش على هذا.